شاب حريق محطوط في كنيسة مارجرجس جديد البدران بشبرا مصر مساء السبت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلغا من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود داخل كنيسة مارجرجس بمنطقة جزيرة بدران بشبرا مصر. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن المدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين الحريق محدود بكابل كهرباء، ورجحت التحريات أن سببه ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات. وقال القس بنيامين محفوظ حبيب راعي كنيسة ماري جرجس بجزيرة بدران إن الكنيسة بخير ولم يصب أحد بخدش ولا توجد أي خسائر على الإطلاق، ورجاء عدم إثارة الشائعات. وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن كنيسة الشهيد ماري جرجس بشارع جزيرة بدران في حي شبرا شهدت انقطاع وعودة التيار الكهربائي عدة مرات متتالية أثناء اجتماع نهضة السيدة العذراء، ما أدى إلى تصاعد دخان من الموارد الكهربائية للكنيسة قبل أن يعود التيار بشكل طبيعي.